بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عاقبتم صبرك إلا بالله. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما صبرك إلا بالله. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام إلى بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا
عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله.